أنا حلوم فرج الفلاح، مواليد مدينة بنغازي. في مجال العمل أنا يعني نحب التعليم. أنا درست طبعاً، تخرجت ودرست مرحلة ثانوية، ثانية ثانوي، ثالثة ثانوي، أولى ثانوي. وحببني وجودي في ذلك الوقت والفترة الزمنية اللي هي في نهاية السبعينات والثمانينات، كان العمل ممتع. ممتع يعني حتى بغض النظر عن أي ظروف أخرى، بس كان ممتع. في كتاب، في خطة، في ولي أمر، في إدارة، فكنا يعني ناجحين في عملنا، وهذا اللي حببني أني نستمر فيه. ما بعد الفترة أني أنا انتقلت إلى مدرسة الكرامة اللي هي النموذجية سابقا، واشتغلت كأخصائية اجتماعية، وهذا زاد حببني في العمل اللي هي جمالها دخول في نفسية الطالب وهو صغير مثلا، وتمشي معاه من سنة أولى لين يطلع من سنة سادسة، والحمد لله يعني خرجنا أجيال واجدة، وهذا هو اللي خلاني نحب العمل. يعني دائما يروا أن في المرأة مكانها مثلا البيت، تربية الأطفال فقط، البعض ما نقولش بصفة عامة ولكن بصفة خاصة، نجد الكثير مما شجعنا وصلنا إلى هذه المرحلة اللي هي مرحلة دخولنا مجتمعات المدني، مرحلة تطورنا في العلم في الدراسة. فكان كل تشجيع يعني من الناس اللي متفاهمة شن هو دور المرأة، لأن عارفة أن المرأة نحن لا تكاد، نحن كنا نعتقد أنها نصف المجتمع، لكن أصبحت هي ثلاثة أرباع المجتمع، وهذا بين كله في فترة الحرب وفي فترة الأزمة اللي مرت بها ليبيا. فكان لها دور كبير يعني سواء في الأسرة أو في المجتمع.